خلينا نروح لوالد محفوظ دياب. اهلا بيك يا حاج. خد رحلة. اهلا اهلا بيك يا حاج. يا ميت مراحل. يعني انا عايز اعرف من حضرتك الظروف الاجتماعيه، هل يعني ببساطه وبالبلدي انت موافق او عاجبك اللي 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 ابنك محفوظ كان فيه، وايه الظروف اللي خلته يعمل كده؟ ظروف ايه؟ ما هو اللي قال هو اساسا الواد راح يتفتح مع زملات. حلو. زين؟ زين. كان انت عارف شباب الصعيد ووضع الصعيد. صحيح. ما فيش شغل. فراح يفتح مع اصحابه، قال اديني يا بايا منها فسحه وكذا، انا رايح اسكندريه. رايح اسكندريه. قال انا منها فسحه ومنها نشق طريق نقضي مصلحه. ما نقعدش مربوط انا هنا هو في الصعيد على اساس تديني مصروفي كل يوم. تمام. ألو. تمام معاك. معاك يا حاج. فهو شد طريقا سافر اسكندريه، الولد قالوا له يلا بورسعيد، طبعا ولدنا كلهم في بورسعيد، احنا تجار ومستوردين وكذا، هو معظم عائله الثلاثه والمدمر هناك، فانت الصهاج كلها هناك. ما يعني انت لو تعرف نص بورسعيد، بنادوه، صها مراغه، بني هلال، مدمر، تلاقي نص صهاج هناك. فقال هنفتح مع عند قرابات. هو زي ما انت عارف الوضع، طالع الله المذيعه، حصل اللي حصل، المذيعه قعدت لعياله مع عياله، حتى انت لو لاحظت قال له انا ما نقولكش عليا، انا اقول لك مثلا بص على ده بص على ده بس. فهو مثلا راح اشوف اجرب على اساس يشوف طريقه. لا يا حاج، انا بسال على حاجه. هو قال ان هو بيجري على اخواته البنات وامه، ويعني لا ما قالش هنفد على خواتك البنات. انت لو لاحظت في الشريط قال لها ما اقول لها 50 جنيه، قال لها 50 جنيه تكفي مين؟ تكفي حتى ثلاث بنات، مش انا الجمله. الواد قال لك مش انا. يعني مش بيتكلم على العيله عندكم يعني. قال لك على ده وده وده، يا ما انت تاخد تلاحظ في الفيديو، قال لك مش انا. مفهوم. يعني وانت حضرتك معلش كلمنا عن نفسك، يعني انت ظروفك الماديه والاقتصاديه يعني والمعيشيه عامله ايه يا حاج؟ انا الحمد لله في النشاط العمليه الحمد لله مرتاحه و100 100 مستوره، مش هنقول لك لا فوق ولا تحت، تفتح المولى معانا. ومحفوظ في التعليم يا حاج؟ نعم. محفوظ ابن حضرتك في التعليم يعني بيدرس؟ في اولى تجاره. في اولى تجاره؟ اولى تجاره. وعندك اولاد غيره؟ يا ربنا خلي لك معايا محمد ومعايا ثلاث بنات، فيهم واحده متجوزه. اكبر منه ولا اصغر؟ الولدين. الواد اصغر منه، ده الواد 4 سنين. الله. انا عندي 41 سنه في النشأة. يعني انا ابوه. الواد فكره من مده 3 سنين هنقول له يا ولدي بالنسبه يسافر، يقول نشوف حالي. فكره الواد، فهنقول له يا ولدي ارسي واقعد جنبي. قال لي يعني منا انت شغال ايه؟ شغال ايه؟ مش هقول لك يا حاج بقى، انت اصغر مني. انت شغال ايه؟ نوريك الواد يا في النشأة. انت هتقول لي الواد يعني وهو 13 14 سنه. صحيح. هيقول لي يا بابا مثلا انا عرض من 5 6 سنين اللي نتقدم لها، نقول لها انا قاعد مع ابويا. صحيح. انت شغال ايه؟ فشباب الصعيد كله يا اخ دياب، انت شغال ايه حضرتك؟ لا انت شغال ايه؟ عندك ارض ولا شغال في زراعه ولا؟ لا ارض ومخبز بلدي ودكان تموين، تجاره تموين، تاجر تموين. طب ما كان يساعدك في المخبز البلدي ده لما تجيب حد يشتغل عندك. ربنا يخلي لك المخبز، احنا 10 اخوات فيه. الله يزيد ويبارك. احنا 10 اخوات فيه. المخبز تولوه خوات. انا كشقيت طريقي دكان تجاره السمون، هو مع وش بتابع حد، فكل واحد يشق طريقه. هو عنده طموح شخصي. هو عنده طموح، واصول الانسان يبقى عنده طموح، لكن العيب ما تبصش على الوقت، العيب في المذيع اللي شهرت الوقت. بس انت يا اخ دياب ما كنتش تعرف انه بيشتغل في موضوع التهريب اكيد. هو كان قال راح موضوع التهريب. موضوع التهريب في النشأة ده حاجه ثانيه. هي انت لو لاحظت ان المذيعه هي اللي عملت التتر ده، انت ما حضر بها
هيتعمل بدل 50,000 واحد. هو مخلصان الموضوع من يوم الخميس نشأة. مفهوم. مش خلصان من يوم الخميس. قال الفيديو دي هي وشهرت بالأطفال دي. كم حد عرف هذا؟ ما كان محضر وتعمل وفضت وقفل الموضوع أساس نشأة. صحيح. يعني ما يستاهلش الهيصة دي كلها. صحيح. نشأة. صحيح صحيح. ما يستاهلش الهيصة دي كلها. لا. صحيح. ماشي. أنا متشكر جدا أخ دياب. ابو المواطن الصغير يعني ابننا محفوظ دياب، و